بين تونس وجنوب إفريقيا عشية السبت 3 فبراير 1996 كان الدور النهائي لكأس إفريقيا للأمم في دورته العشرين. أبلغ ما في هذه المقابلة وأجمل ما فيها أنها جسدت لقاء ذو أبعاد راقية، رسالة من شمال إفريقيا إلى جنوبها، رسالة ميزتها الخالصة الحب لإفريقيا ولشبابها، رسالة حضارية متبادلة كالنقش على التاريخ بين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه نيلسون مانديلا، رسالة كانت أجمل تتويج لحفل الختام بين تونس وجنوب إفريقيا، كانت أروع مشهد رياضي وحضاري. وعلى إيقاعها الراقي نزلت الستارة على هذا التجمع الكروي الإفريقي لنلتقي بعد سنتين معا على نفس الدرب سنة 1998 في بوركينا فازو. لجنوب إفريقيا أرض الذهب والألماس نقول مبروك هذا التتويج الإفريقي الأول في أول مشاركة، وهو تتويج من شأنه زيادة تدعيم حضور هذا البلد على المستوى الرياضي بعد عودته للساحة الدولية منذ 3 سنوات إثر ذهاب الميز العنصري دون رجعة، لتتفتح جنوب إفريقيا على العالم وما أجمل أفق الحرية والانفتاح والمساواة. لأبنائنا نقول أبطالا كنتم وستبقون والمستقبل كله لكم، فاحرثوه إبداعا كرويا جميلا، لأن بينكم وبين منعرج التألق الدائم خيطا رفيعا اسمه مواصلة العمل الذي تم الانطلاق فيه، لابد أن يتواصل بكل عزم وثبات بعدما ثبت في بور إليزابيث وديربان وجوهانسبورغ أن الجليب الذي يسكنكم كبير وأن النضج الذي أبديتموه على الميادين الخضراء يا أبناء الخضراء نضج خصب الأطراف لازال قابلا لأن يولد من عطائكم الغزير ومثابرتكم بشائر الخير. كان معلوما من البداية أن اللقاء صعب للفريقين، فالنهائي في أجواء الكرة لا يشبه المقابلات الأخرى مهما كانت نتيجتها. جنوب إفريقيا أو البفنا بفنا وهذا اسمهم لدى أحبائهم يخوضون أول نهائي قاري في تاريخهم. أبناؤنا في المقابل معدل أعمارهم لا يتعدى 21 سنة، منتخبنا هو الوحيد الذي لا يضم أي لاعب محترف، ورغم ذلك كذب كل التكهنات وقلما أظافر كبار المرشحين كما عنونت صحافة جنوب إفريقيا يوم تقديمها للدور النهائي. أبناؤنا لعبوا أمام منتخب يلعب على أرضه وأمام جمهوره، كانوا 80,000 متفرج يريدون الهدف منذ الدقيقة الأولى، ولكن كان قبالتهم منتخب قوته انضباطه وواقعيته التكتيكية. الحوار بين من يلعب الهجوم للهجوم يلعب الهجوم على طبيعته ويتقدم إلى الأمام وهم زملاء ماسينجا وموشوي، وبين من لا يترك المساحات والفضاءات فارغة وهم زملاء البوعزيزي والغضبان والفقيه، كان حوار الاندفاع البدني والأعصاب والتحكم في نسق المقابلة. وسط اللقاء كانت حوارات أخرى، مارك فيش تابع السليمي وصبري جبلة لم يترك ماسينجا الحرية التي تعود عليها. وإذا كانت البداية ببعض الهجومات لجنوب إفريقيا عن طريق مارك فيش وماسينجا، فإن الإجابة التونسية كانت قوية بفضل المهدي بن سليمان، وخاصة في الدقيقة 21 من المقابلة التي شهدت مراوغته لثلاثة مدافعين دفعة واحدة وإمداده الكرة لعادل السليمي في لقطة ذكرتنا بالهدف الأول أمام زامبيا في لقاء نصف النهائي. لكن هذه المرة كانت دفاع جنوب إفريقيا يقظا ليتدخل في الوقت المناسب. أهم فرصة لجنوب إفريقيا في هذا الشوط الأول كانت في الدقيقة 39، وفيها تألق شكري الواعر أمام بارتلت في هجوم صنعه مهندس الوسط الدكتور كيمالو. هذا الشوط الأول حمل في طياته ورغم بقاء النتيجة 0-0 إصابة قيس الغضبان على مستوى الركبة إثر تدخل غير شرعي من باتي ليزي الذي كان يستحق إنذاره الثاني، وهو ما يعني الإقصاء، وربما كان يكون ذلك منعرج اللقاء، لكن الحكم الأوغندي ماسيمبي أدخل يده إلى الورقة الصفراء ليخرجها غير مرئية بالمرة للاعب جنوب إفريقيا في لقطة نطقت لها الصورة وبحت فيها الصفارة. خروج قيس الغضبان أثر في الرسم التكتيكي الذي اعتمده أونري كاسبارتشيك ليقوى ضغط منتخب جنوب إفريقيا على دفاعنا الذي تألق فيه الحارس شكري الواعر. ومرة أخرى كان يمكن أن نسجل منعرجا آخر للقاء إثر هذه اليد التي امتدت لأحد أبنائنا ليسقط في 18 متر ويتواصل اللعب. اللقاء في كلمتين كان صعبا وخاصة على الحكم ماسيمبي. منعرج اللقاء من جانب جنوب إفريقيا كان منذ الدقيقة 21 من الشوط الثاني عندما خير المدرب كلايف باركر تعويض ماسينجا بالمهاجم المتحرك كثيرا مارك ويليامز. 7 دقائق بعدها
مارك ويليامز استغل آخر لحظة إيمان بكرة تصدى لها الواعر وعادت لهجوم جنوب إفريقيا ليوزعها من على خط نهاية الميدان، ويصعد ويليامز في وضعية له فيها الأسبقية، جاء من خلف دفاعنا ليمضي لمنتخب بلاده الهدف الأول. دقيقة بعدها وإثر عدم إبعاد للكرة من دفاعنا يفتك دكتور كيمالو الكرة ويوزع لمارك ويليامز الذي يغالط شكري الواعر 2-0. بعد هذا الهدف كان واضحا أن الكأس اختارت جنوب أفريقيا رغم كل محاولات أبنائنا، لكن عامل الارتفاع كان قد أخذ من انتعاشة أبنائنا الذين لعبوا كل مقابلاتهم الفارطة بمدن ساحلية هي بور إليزابيث وديربان مأخذه. أبناؤنا لعبوا فوق جبل اسمه جوهانسبورغ، وانظروا إلى قيمة الارتفاع. أبناؤنا لهم فضة إفريقيا وهو إنجاز كبير، ولهم المستقبل كله، فهم رفعوا الراية عالية ورفعوا تحديا كبير مفاده أن الكرة التونسية قد اكتسبت في جنوب إفريقيا منتخبا جديدا، لابد أن ندعمه أكثر، لابد أن نحبه أكثر ليتقدم أكثر. ماذا قال أبناؤنا بعد هذا النهائي مباشرة مع الاستجوابات التي قام بها؟
الحديث عن المنتخب الوطني. العبارة تاهت دون استئذان ولا إشارة. من أين أبدأ في الحديث وأبلغ المعاني فيك أيها المنتخب العجيب كما أسموك في جنوب أفريقيا؟ لا تحتاج إلى الكلام، أبطالنا صاموا عن الكلام واتخذوا من الفعل الميداني وهو شعار تونس العهد الجديد منارة أنارت لهم دروب كأس أفريقيا للأمم 96. فنسجوا بالقليب ونسجوا باستبسالهم الموغل في الوطنية لأجل النجمة والهلال بالعرق الغزير وبالمردود الفني المتميز إنجازا للكرة التونسية والعربية، وهم فرسان العرب ستحفظه الأجيال على مر السنين. منذ 18 سنة، منذ ملحمة كأس العالم بالأرجنتين سنة 1978، منذ جيل قاده الشتالي وبن عثمان وبقي في البال، بقينا في الانتظار. واليوم بعد أول نهائي لنا في كأس إفريقيا للأمم سنة 1965 على أرضية ملعب الشادي زويتن، كسبته غانا أمامنا في آخر اللحظات بنتيجة 3 أهداف لهدفين، ها أن مشوار الصبر الطويل انسحب وترك المجال فسيحا للتفاؤل والأمان. كرتنا في بطولة إفريقيا للأمم 1996 في جنوب إفريقيا أثبتت وجودها وتميزت، فنالت الاحترام والإعجاب. ويمكننا بهذا المنتخب الشاب الذي لا يتعدى معدل الأعمار فيه 21 سنة أن ننظر للمستقبل بكل تفاؤل وبأمان، شريطة أن نمضي بكل انضباط وجدية إلى الأمام، فما هذه إلا بداية المشوار والقادم أحلى. دورة هذه إذا نعتبر نحب ناخذ معناها موعد مع التاريخ، نعتبره ميلاد منتخب. كأس إفريقيا للأمم 1996 أكبر تجمع كروي قاري، وفيه ترشح منتخبنا الوطني الشاب للنهائي ليقلب كل المعطيات ويهزم كل الأحكام المسبقة ويقود حسب الملاحظين أكبر ثورة اسمها تميز الهاوين على المحترفين. أولا فوز الهاوي على المحترف، شوفوا فريقنا ما فيه حتى محترف، فريق هاوي، ونسمع باسماء عديدة في المحترفين في زامبيا، في ساحل العاج، في الزاير، في عدة فرق. حين نزل أبناؤنا على ميدان بور إليزابيث يوم 16 جانفي 1996 في اللقاء الأول أمام الموزمبيق، كانت بهم بعض الرهبة من المحترفين. كانت المصافحة الأولى صعبة نوعا ما لفريق شاب يدخل دورة هامة وجل لاعبيه من الأولمبيين. الفريق الموزمبيقي استغل الفرصة وباغتنا بأول هدف له في تاريخ مشاركته في كأس إفريقيا للأمم، بعدها لم نرى منه شيئا يذكر. الهادف الرخيصة تكفل بارتماءة رأسية إثر مخالفة نفذها الزبير بيا باقتلاع التعادل أمام منتخب حرمنا الانتصار لأننا في كلمتين كنا نجهله، وكنا في بداية المشوار وما أصعب البدايات. 3 أيام بعدها كنا على موعد مع منتخب النجوم والمرشح الأول للفوز بهذه الدورة، وأقصد منتخب غانا. من الطرف الآخر كان بقبالة أبنائنا أسماء لم تعد بحاجة لأي تقديم، أنتوني يبوا، أبيدي فيلي وغيرهم، وأقصد 18 محترفا بالتمام والكمال. يومها وكأني بأبيدي بيلي أراد أن يعمق بإمضائه للهدف الأول هوة اتسعت في الأذهان بين الهاوين والمحترفين، ولكن منتخبنا بانضباطه التكتيكي صعب مهمة غانا. أبناؤنا كانوا يتحركون وفق رسوم مدروسة وكأنهم يطرزون خطة محكمة على رقعة شطرنج. الانتصار كان يبدو لصالح غانا، وفجأة تغير كل شيء بدخول عماد بن يونس. انقلبت المعطيات واختار الإقناع والإمتاع صف تونس، لأن أبنائها استبسلوا وقدموا أجمل العروض بعد إحراز التعادل بمخالفة غير مباشرة نفذها المحرر للأقدام التونسية عماد بن يونس. المقابلة صارت صعبة جدا لغانا. عبدي بيلي صرح بعد اللقاء يقول: لبسني البوعزيزي، محاصرته الفردية لازمتني في كل مكان كما لم يحدث لي ذلك في مشواري على كل الميادين. غانا انتصرت في النهاية بشق الأنفس 2-2 بفضل شارل أكينور الذي أمضى الانتصار في وقت كان الفريقان يسيران فيه نحو التعادل، ولكن الحكم ماتيبيلا كان له رأي آخر. الواقعية التكتيكية الكاسبارتشاكية أدهشت الجميع يومها في بور إليزابيث، وذلك رغم سوء الحظ وإصابة جمال الإمام. بيننا وبين الكوت ديفوار
في اليوم الأخير للدور الأول كان الرهان كبيرا. الانتصار كان يعني المرور إلى الدور الثاني، وعكسه كان يعني الرجوع من حيث أتى هذا المنتخب وذاك، أي الرجوع إلى نقطة البداية إلى الدار. عماد بن يونس جمع كل شجاعته وحرر زملائه بقضائه على العقم الهجومي. كان في كلمتين اللاعب الذي تربطه بالشباك حكاية عشق كبيرة، أهدانا من العشق بعضه، فسجل هدفين وخرج بطلا للقاء لا ينسى. هذا اللقاء لن ينساه عبد القادر بالحسن كذلك، الذي هزم عقمه الهجومي وأمضى الهدف الثالث. عماد بن يونس توج بطلا للقاء، ولكنه خرج مصابا، لتحرم تونس من هداف بحثت عنه طويلا إلى آخر الدورة. في دورات كيف نظم واحد ما نجمش يهز معناتها التورنوا كامل على ظهره. معناتها شفنا التورنوا كيفاش تعديت، ماتش ربحنا عماد بن يونس، ماتش ربحنا عادل السليمي، ماتش ساهمت به انا معناتها بتاع كارد فينال. هذيك التورنوا معناتها في كل مره عند ملاعب يمنع ليكيب نتاعو. منطق مثل هذه الدورات كان ثابتا، لابد من اضافه في كل مقابله. مقابله غانا شكلت اضافه البوعزيزي وبن يونس، اما ربع النهائي امام الغابون فتكفل بالإضافة القائد شكر الواعر. أمر ضربتي جزاء بالرجوع على أعقابهما، ولأن أمر الترشح كان لابد أن يمتثل للعرف الكروي، كان لابد أن يمر الترشح بمصادقة القائد شكر الواعر. تقدم الواعر بكل ثبات واتزان وأمضى وثيقة العبور إلى الدور نصف النهائي بضربات الجزاء 4-1. اللقاء في وقته القانوني كان قويا تكتيكيا، وكان الحوار البدني فيه مرتفع الوتيرة. النتيجة كانت هدفا لهدف، وأمضى هدف منتخبنا زبير بيا إثر عمل تمهيدي من المهاجم الواعد المهدي بن سليمان. زبير بيا تحصل بعد اللقاء على جائزة أحسن لاعب، ولكنه بفضل عقلية جديدة تسكنه وزملائه هي من أسباب نجاح المنتخب، أصر بتواضع جميل جدا على إهداء الجائزة إلى أحد زملائه، وأقصد المهدي بن سليمان. نجم نقول بكل صراحة ما نشوفش روحي اليوم كنت أحسن لاعب، ممكن كما قالوا الأولاد يعني الناس كل قمنا بالعلينا، ولكن اللي زادنا حاجر قدامه مهدي بن سليمان، ممكن حسب رأيي كان يستحقها قبلي. زامبيا دخلت نصف النهائي بأسهم مرتفعة، الجميع رشحها أمام منتخبنا الشاب، لكن عادل السليمي الذي كان رائعا يومها دفاعا وهجوما، رئتان لا تكلان وأكسجينا لا حدود له تسكنه عزيمة النجاح التونسية. عادل السليمي أمضى الهدف الأول لتتحرر الأقدام وينهمر فيض العطاء الكروي لأبنائنا. الهدف الثاني كان بإمضاء الزبير بيا إثر مخالفة مباشرة، لو لم تدخل الشباك لا أسكنها الهادي برخيص الشباك بهذه الارتماءة. الهدف الثالث جاء في مطلع الشوط الثاني بإمضاء أصغر لاعب تونسي قيس الغذبان، جسد كل ما قيل وسيقال عن هذا الأمل التونسي الذي تفتح في جنوب إفريقيا. هدف قيس الغذبان كان روعة، كان كالدر المكنون ولا في الأحلام، وقصة هذا الشاب الواعد والمنتخب بعض من هذه الأحلام. نحب نذكر الكونت دو في اللي قاعد يعيش فيه قيس الغذبان، شاب صغير 20 سنة كان توا سنتين يلعب على في المكنين في العقل ملاعب الرملية وكذا، واليوم بعد سنتين يفوز بلقب كأس أفريقيا كأس الاتحاد الأفريقي، ويلعب نهائي ممكن يفوز بكاس افريقيا. ستان كونت دو في، واعتقد ان برشا من قيس الغضبان وبرشا من بعزيزي موجودين في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، ولكن لابد الناس تعمل مجهود باش تهديهم النوادي الكبار وباش النوادي الكبار يستحوذوا عليهم. عادل السليمي امضى الهدف التونسي الرابع من ضربه جزاء، وتوجه التونسيون جميعا بطلا للقاء، لكنه لاجل ان يكبر المنتخب يؤكد أن الاستحقاق جماعي. والحاجة مانيش أنا وحدي نلعب، نقول إذا برزت لاعب عارف راهو معناها زملاء وعنده قص كبير باش يبرز، وأنا ما نشوفش روحي برزت كما يظل كيف كيف أي لاعب شارك في المقابلات كأساسي ولا كاحتياطي وبعد دخل، معناها ما عندي حتى حاجة زايدة. قوة منتخبنا في جنوب أفريقيا أنه وجد دائما الحل البديل لصعوباته، لإصاباته، لغياباته، وحين يغيب لاعب يعلم علم اليقين أن له من يعوضه على أكمل وجه.
أختي كبيرة في أصحابي، إن شاء الله نتمكنوا باش نقدموا مباراة كبيرة ياسر معناتها في الدور النهائي ونكملوا السلسلة الإيجابية معناتها نتاع النتائج نتاعنا. تلك تونس وتلك أبرز عناوين رائعتها في بطولة إفريقيا للأمم 96، والقادم أحلى طالما أن إعلاء الراية الوطنية يسكن القلوب ويشحن العزائم ويبني لنا من وطننا الكبير تونس العهد الجديد وطنا لا حدود له، هو وطن الشمس، هو وطن شمس التألق التي لا تغيب.